اسلم ابو نواف. ومن قال سالم يقول اخذت من بعض المجالس دلالات ولاني على بعض المجالس شفاوي من لا عرف قدره على كل ما فات لطاح والله ما يقوم امتساوي مناك بالدنيا اطوالا عريضات محققت حلم الفقير المناوي يلا عن اللي يبحثون الخفيات ويلا دخيلك عن خبيثة الحكاوي الطق شدرة سيف من وين ما جات مغرابها مغراب سيف رهاوي اهفيت شي ولا تنسيت شيات واخذت من درس المجرب فتاوي يا لايمي عن قصرة الرجل حسنات جنبت مجرى السيل دامها نحاوي مجلس يضم الهمز واللمز بالذات كبه وخله يا بعيدة الهقاوي لو انه بقصر كبر ضلع بانات جنب عنه لو كنت تجلس خلاوي عليك برجال الفخر والمروات شرواكم عليك برجال الفخر والمروات يا حي شوفة محتمينا العزاوي عليك بالطيب زبونا الصعيبات ولا القهاوي تكتفيها قهاوي حلو النبا من دون ريبه وشكات حرا على صيد الجزيلها نداوي في مجلسه ذكرى السنين القديمات وسوالف بالطيب مع كل راوي خوي جنبه يرتكي للثقيلات وعند الشدايد بالمواقف حماوي قولت هلا يا مرحبا عشر مرات تسوى مقابل مكثرين الشناوي هذه مجالس كاسبين الجمالات خلك سما مدام نجمك سماوي خذ من بعض المجالس دلالات ولاني على بعض